خير؟ شو يلي صاير معك حبيبتي؟ شو أكلي يا بنتي؟ أنت لازم تنتبهي على حالك أكتر. تعرفي من زمان إنه معدتك حساسة كتير. يلا صحصحي بسرعة، ما بدي وشك يكون أصفر بالخطبة. ليش هالقد قريبة الخطبة؟ حكيت أنا والسلطان، لقينا ما في داعي أبدا للتأخير. يلا عنا شغل كتير، رح يجوا الخياطات. يلا بسرعة. القصر مفتوحة قدامك على طول حبيبتي. مولاتي السلطانة الأم. أهلين هيام خانو. اجيت هنيها للسلطانة خديجة، إن شاء الله ألف مبروك. وأنا كمان جاي لحتى أبشركم بخبر حلو كتير. خير يا هيام، شو هالخبر هاد؟ أنا حامل، رح جيب ولد تاني للسلطان. شو قالت لك هالحية حتى تضايقتي هالقد؟ ولا شي، أنا تعبانة وبدي نام شوي. سنبول آغا، بدي تنشر هالخبر الحلو بكل القصر. رح جيب صبي تاني للسلطان سليمان، يعني أنا رح صير أم أميرين وجيب أخ لمحمد. وزع عصير وعوامة على الكل. ألف مبروك إن شاء الله. خلصنا. شو قولي؟ احكي، ليش ساكتة؟ مبروك إن شاء الله، أنت حامل. سمعتي شو قالت؟ سمعتي فريال؟ وانتي نورهان؟ انا حامل. انا رح اولد صبي تاني. شو هادي اللي عم بتقولي؟ لا تكفري، ما حدا بيعرف غير ربك شو بدك تجيبي. بس هيام بتعرف، رح يصير عندي صبي تاني. خبروا كل الموجودين بالقصر. على مهلك على مهلك، خدي نفس طويل يا سلطاني. مش الحال، كل شي بمعدتك طلع. هلأ رح أبعت لك دواء يريحك.
أنا رح جيب لك أخ إلك لحتى تلعب معه. نورهان؟ نورهان؟ خدي عتخته، حروح بشر فخامة السلطان بالخبر الحلو. السلطان مشغول هلا، ما فيكي تفوتي لعنده. بس في شيء مهم. هيام خانم، انتي ما فيكي تفوتي لعند السلطان امتى ما بدك، لازم تعرفي انه في قانون هون بدك تلتزمي فيه، تجي وقت اللي بينادي لك وبس. وبعدين يا ابراهيم، ليش ما عم تفهم علي؟ عندي خبر مهم، لهيك لازم شوف السلطان سليمان. ما كان بده يسمح لي فوت. سامحني مولاي، حاولت امنعها بس ما قدرت. ماشي يا ابراهيم. شو في هيام؟ انا اجيت لحتى بشرك يا مولاي، قريبا رح جيب لك صبي تاني باذن الله. أنا حامل. إن شاء الله تولدي بالسلامة. ماني حاسستك انبسطت. عم قلك رح جيب لك صبي تاني يا مولاي. بلا انبسطت، بس هلأ عندي شغل. هلأ روحي وبعدين بشوفك. بس خلص شغلي أنا بجي بشوفك. تفضلي هيام خانم. مولاي مبروك. شكرا يا إبراهيم. أنا رايحة لحتى بارك لها للسلطانة خديجة بالخطبة. أنت باركت لها شي؟